بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكل من التحق بقناتي. قدم فرض الفصل الثالث في مادة اللغة العربية للسنة الثانية متوسط. طبعا النص يتحدث عن شهر رمضان المبارك والفقرة عن العيد الفطر. بقية الأسئلة أسئلة السند حول السند، والأسئلة تاع اللغة أسئلة اللغة تتناول الدروس اللي درسناها خلال هذه الفترة. لنبدو على بركة الله بالسند. ها قد حل شهر الرحمة والغفران الذي ينتظره المؤمنون بكل شوق. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. الآية 175 من سورة البقرة. هذا هو السند. طبعا سطرنا تحت كلمتها قد حل شهر الرحمة، وكذلك كلمة الشهر، وكذلك ولعلكم تشكرون. طبعا أنا أركز عليها لأنها مطلوب مني أني نعربها. ها قد حل شهر الرحمة، كلمة شهر وكلمة تشكر. نذهب الآن إلى الأسئلة. طبعا راح نقرأ كافة الأسئلة ثم راح نتقسموا الإجابة. إذن السؤال الأول، الوضعية الأولى، هاتي فكرة عامة للسند. السؤال الثاني، ما هي المناسبة المفرحة المتناولة في الآية؟ ثالثا، أذكر أهم مميزين للتمييز بين هذا الشهر وباقي الشهور. أذكر أهم مميزين للتمييز بين هذا الشهر وباقي الشهور. السؤال الرابع، ما هي الرخصة التي قدمها الله لعبده إذا كان مريضا أو على سفر؟ إذا كان مريضا أو على سفر. طبعا كل الأسئلة حول السند. خامسا، اشرح ما يلي كلمة الفرقان. كلمة الفرقان والكلمة الأخرى هي بينات. بينات طبعا يعتبر كمراجعة قيمة. نواصل الأسئلة. استخرج كذلك من السند الضاد الكلمة الضلالة وكلمة تنكرون. يوجد كلمتين نستخرج أضدادهما من السند، كلمة الضلالة والكلمة الثانية هي تنكرون. الوضعية الثانية، أعرب ما تحته خط في النص، أو أعرب ما فوق خط في النص، يعني كل خط ما فوقه نعربه. يوجد ثلاث كلمات كما سبق وأني قرأت: الرحمة، شهر، وتشكر. سؤال ثاني، استخرج من النص حرف زيادة، حرف تنبيه، والأفعال الخمسة. ثالثا، ما نمط النص وعلل. رابعا، ما أسلوب النص وعلل أيضا. خامسا، استخرج محسن بديعي ثم سمه واذكر نوعه إن أمكن. نستخرج محسن بديعي ثم نسمه ونذكر نوعه إن أمكن. إذن حتى أجيب يجب علي أن أرجع إلى النص، دائما النص يكون أمامي ونجاوب عليه. نذهب الآن إلى الوضعية الإدمجية. ماذا تقول الوضعية الإدمجية؟ إذن الوضعية الإدمجية تقول: السند، الأعياد فرصة للفرح والسرور، ولكن لا يكتملان هذان الأخيران إذا كان وجه بائس بيننا. إذا كان وجه بائس بيننا. السياق، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نظمت مؤسسة برنامج لجمع الاحتياجات من الأكل والشراب واللباس وتوزيعها على المحتاجين، وذلك بهدف رسم السعادة في وجوههم. التعليمة، اكتب في 12 سطر الحوار الجماعي الذي جرى بينك وبين أمك وأبوك حول هذه المبادرة الجميلة، واصفا شعورك وأنت تساعد هؤلاء المساكين، موظفا
الفعل المجرد، الفعل المجرد. كانت هذه هي، كان هذا هو الفرض، نموذج الفرض. طبعا توقف الفيديو وقفه كامل وحاول تجاوب، ورح نقتسم معاك الإجابات الصحيحة. إذا الفكرة العامة للسند هي شهر رمضان، شهر رمضان هو شهر مبارك وجب صومه. يعني هذه هي الفكرة المناسبة، الفكرة العامة المناسبة، وبإمكانك أنك ترى أفكار أخرى. الأهم شيء أنك توظف كلمة شهر رمضان في الجملة. ثانيا، المناسبة المتناولة في الآية هي شهر رمضان الكريم. الجواب الثالث، أهم مميزين لهذا الشهر، أولا أنه شهر أنزل فيه القرآن، وثانيا أنه هو شهر وجب صومه. وهذا ما ميز شهر رمضان الكريم عن بقية الشهور، أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وأنه الشهر الذي وجب صومه. الرخصة التي قدمها ربنا سبحانه وتعالى لعباده إذا كانوا مرضى أو على سفر هي صومه عدة من أيام، فعدة من كان مريضا أو على سفر فهنا لا يصوم، وإنما فعدة من أيام أخر، يعني يفطر وبعد ذلك يقوم بصوم هذه الأيام. شرح الكلمات، الفرقان هو القرآن والبينات هي الآيات. بالنسبة لأضداد الكلمات، الضلالة هي الهدى، الضلالة عكسها كلمة الهدى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، يعني هدى هي عكس كلمة الضلالة. وتنكرون عكسها كلمة تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، العكس هي تشكر. نذهب الآن إلى الإعراب. الرحمة مضاف إليه مجرور بالكسر الظاهرة على آخره. شهر مبتدأ مرفوع بالفتحة، شهر مبتدأ مرفوع بالضمة وليس بالفتحة، بالضمة الظاهرة على آخره. تشكرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع خبر أنتم. حرف زيادة هي من وما، حرف تنبيه ها، الأفعال الخمسة الموجودة في السند تكمل، تكبر وتشكر. بالنسبة لنمط النص، نمط النص وصفي، حيث قام الله تعالى بوصف هذا الشهر المبارك، ودليل هذا استعمال الصفات، ودليل على هذا استعمال الصفات والأفعال المضارعة، استعمال الصفات والأفعال المضارعة. كذلك بقية الأجوبة. أسلوب النص، أسلوب النص هو أسلوب خبري، لأن النص احتمل الصدق أو الكذب، حيث أصدق الكلام هو كلام الله عز وجل. طبعا الأسلوب الخبري يحتمل الصدق والكذب، وأنا لا أتحدث عن القرآن الكريم فقط، أتحدث هذا عن الأسلوب الخبري، لكن القرآن الكريم يحتمل الصدق فقط لأنه كلام الله عز وجل. لأن المحسن البديعي، اليسر وعكسها العسر، اسمه طباق ونوعه إيجاب. كذلك محسن بديعي آخر، اليسر والعسر، هو جناس نوعه ناقص، هنا كلمة الياء وهنا كلمة العين يختلفان. محسن بديعي آخر هو يريد ولا يريد، واسمه طباق وهو نوعه سب، نوعه سب. طبعا أعد هنا كذلك، أعد هنا قعدت في خاطري، أسلوب النص خبري. لماذا هو خبري؟ لأن الأسلوب الخبري يحتمل الصدق والكذب، أما القرآن الكريم فهو أصدق كلام لأنه كلام الله عز وجل. بالنسبة للوضعية الإدمجية، إذن العيد مناسبة سعيدة يفرح فيه الكبير والصغير، لذلك نظمت مدرستي مبادرة لجمع الملابس والأكل لفائدة التلاميذ المحتاجين حتى تعم الفرحة كامل المؤسسة. فرح أبوي كثيرا، فقال أبي: هذه صدقة يضاعف لنا أجرها الله سبحانه وتعالى،
خصوصا إذا كانت من أفضل ما نلبس أو أحسن ما نأكل. كما أن والدتي فرحت كثيرا وقالت: لقد خبأت قليلا من المال، كنت أريد أن أبعثه للمسجد، وجاء وقته، سنشتري لباسا جديدا ونهديه لمن يحتاجه. سررت جدا برأي والدي وبمبادرة المؤسسة، وكم تمنيت أن تعم هذه الوقفة في كامل المؤسسات التربوية. أعيد الفقرة. إذن العيد مناسبة سعيدة يفرح فيها الكبير والصغير، لذلك نظمت مدرستي مبادرة لجمع الملابس والأكل لفائدة التلاميذ المحتاجين حتى تعم الفرحة كامل المؤسسة. فرح أبوي كثيرا، فقال أبي: هذه صدقة يضاعف لنا أجرها. الله هو الذي يضاعف لنا أجر هذه الصدقة، خصوصا إذا كانت من أفضل ما نلبس أو أحسن ما نأكل. كما أن والدتي فرحت كثيرا وقالت: لقد خبأت قليلا من المال، كنت أريد أن أبعثه للمسجد، وجاء وقته، سنشتري لباسا جديدا ونهديه لمن يحتاجه. سررت جدا برأي والدي وبمبادرة المؤسسة، وكم تمنيت أن تعم هذه الوقفة في كامل المؤسسات التربوية. كانت هذه مراجعة لفرض الفصل الثالث. تمنيت لكم بالتوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر أعزائي التلاميذ.